يا مساء الورد والفل والياسمين، اخباركم ايه؟ النهارده عايز اكلمكم اقول لكم على الفرق ما بين ضباط الشرطه في امريكا وضباط الشرطه في مصر او في الوطن العربي بصفه عامه. طب وايه الفرق ما بينهم وطريقه التعامل معاهم ازاي وهم بيتعاملوا مع الناس ازاي؟ عن تجربتي الشخصيه طبعا، عن الناس اللي على التجارب اللي انا مريت بيها. طيب اولا ضباط الشرطه في مصر طبعا الكل عارف قله الادب والوساخه والعجرفه والكبر اللي ما اعرفش جايبينه بناء على ايه. يعني لمجرد انه ضابط شرطه، انت يا ابن متضايقه، انت مجرد موظف، انت موظف، دي شغلتك انك بتحرس امن مش انك تذل الناس. ولكن هم بيعلموه تقريبا من هو داخل الكليه. وعلى فكره ضباط الشرطه بالذات غير الجيش، يعني ضباط الشرطه اغلب ضباط الشرطه بيبقوا ولاد ناس، ناس محترمين وكويسين ولاد ناس الغالبيه العظمى يعني. تمام. ولكن سبحان الله تبص تلاقي الضابط او الولد لما بيدخل كليه الشرطه، تمام، تبص تلاقي بيتحول لشخصيه وسخه، تمام، في فجأة في ثانية، تمام، ما تعرفش بقى هم بيعلموه الوساخة ولا هو بيبقى عارف واخد فكرة أو عنده انطباع من البداية خالص إن هو لا ظابط، أبقى أنا كده سيد البلد وسيد الناس ومفيش كلب في البلد يقدر يتكلم معايا والشعب دوت أدوسه بالجزم ومحدش هيقول لي تين تلاتة كام. هو تقريبا برضو كده، يعني هي ثقافة الدولة بتربي في دماغهم كده. عكس مثلا تلاقي ضباط الشرطه اللي في امريكا، تلاقي بيتعاملوا مع الناس كويس جدا، محترمين جدا، اخلاق جدا، تمام، بس في نفس الوقت تمام لما بيلاقوا حاجه مخالفه بيبقوا حازمين جدا، تمام، ومصرحين انهم يضربوا بالنار في المليان زي ما بيقولوا، يعني ما بيهزروش، تمام. بس طول ما انت ما بتعملش حاجه غلط، تمام، هتلاقيها محترم جدا معاك، تمام، ما يقدرش يعمل معاك اي تجاوز مهما كان. ده السببين. اولا هم بيعلموه كده، تمام، بيعلموه لا انت ما انتش جاي للكليه او ما انتش ظابط عشان تذل الناس ولا تهين الناس ولا انك تدوس على الناس، تمام، انت جاي بتحافظ على الامن والقانون وبتطبق قانون. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هنا كل الضباط تقريبا، كل ضباط الشرطه يعني كل ضباط الشرطه تبص تلاقي عندهم ايه، في كاميرا هنا كده حاطينها، تمام، بتصور الحوار كله اللي داير، تمام. فبالتالي لو في اي ضابط شرطه اتعدى عليك باي طريقه، بلفظ، بتجاوز مهما كان، باي شكل من الاشكال، تمام، بسهوله جدا انك تروح وتشتكيه وتاخد حقك منه، تمام، وكل حاجه متسجله، لا انت هتعرف تكذب ولا هو هيعرف يكذب، لان كل حاجه متسجله صوت وصوره. اللي على طول الفيديو بيبقى على طول ايه، بيوصل بالسيرفرات بالمركز الرئيسي بتاع الشرطه، فهيجيبوا الفيديو ويشوفوا بالظبط ايه اللي حصل، سواء بالصوت والصوره ما بينك وبينهم، يشوفوا مين الصح ومين الغلطان ومين اللي تجاوز، تمام. وكانت حصلت مع واحد قبل كده، كان فيرجينيا، وتقريبا كان اشاره قفلت عليه وهو كان ماسك الموبايل وسرحان ومش فتحت عليه، هو كان واقف في اشاره والاشاره فتحت وهو مش واخد باله وماسك الموبايل وعملته وفضل واقف لغايه ما الاشاره قفلت تاني. فكان في ضابط شرطه بالصدفه معدي بالسياره بتاعته، فراح جاي موقفه وراح جاي ساله على الاي دي بتاعه، على رخصه السواقه، وبعد كده قال له انت منين؟ قال له انا من الدوله الفلانيه، كان مش عارف كان سوري يمكن ولا كان ايه، حاجه زي كده، كان سوري والله نسيت، تقريبا كان سوري على ما اذكر يعني، تمام. فقال له انت ايه يعني، ارهابي؟ تمام. فالواد اتخض كده، قال له ايه؟ قال له انت قلت ايه؟ تمام. فقعدها تاني. بعد كده الولا راح جاي اشتكاه، تمام، وراح جاي رافع عليه قضيه. انا ما تابعتش بقى، ما اعرفش، انا سبت الولايه كلها، تمام، فما اعرفش اللي حصل، تمام، بس راح اشتكاه وراح رافع عليه قضيه انه ازاي يقول عليه كلمه زي كده. تخيل بقى ان انت لو في وطن العربي وفي مصر تحديدا وفي كل وطن عربي، لو جه واحد مش قال لك بس انت ارهابي ولا شتمك وقال لك يا ابن ويا ابن ويا ابن، هتعرف تعمل له حاجه؟ هتعرف تاخد حقك؟ هتعرف تشتكيه؟ طب لو اشتكيته مين اللي هيجيب لك حقك؟ انت تشتكي لمين؟ تشتكي للوزاره عنده؟ ده هم اصلا بيقولوا له ان انت اسياد الشعب دوت، تمام. وياما شفنا ايام ثوره يناير لو تفتكروا، كان في لما الناس اتعدت على الشرطه وحاجات زي كده، كان في احد امناء اسمه ايه، مدير الامن بتاع مش عارف البحيره على ما اذكر،
كان بحيرة على ما افتكر يعني. فمجتمع بالظباط والامناء ومش عارف ايه، ويقول لهم انتوا اسياد الشعب، انتوا اسياد البلد، انتوا اسياد يا ابن الوسخه. اسياد مين يا ابن الكلب؟ طب اسياد مين ده؟ دي التربيه اللي بيربوا، دي الفكر اللي هم بيربوه عليهم. تمام. فانا اقول لك كمان على تجربتي انا الشخصيه مع ظباط. اولا انا ليا اكتر من حد هنا اعرفه كان ظابط يعني، يعني او كان وما زال طبعا يعني ده ظابط. تمام. ف اعرفه معرفه كويسه واصحابي لحد كبير يعني. تمام. مره كنت انا ماشي في الطريق، وكنت انا شاري سياره جديده من يعني مش جديده يعني مستعمله، بس ايه يعني كنت شاريها لسه جديد، كان قبلها بكام شهر، بحوالي 3-4 شهور مثلا او حاجه كده. وكان المفروض ايه، لما الواحد بيشتري هنا سياره بيحط لوح مؤقته، لوح معدنيه اللي هي اللوح بتاعت السياره دي، بيحطها لوح مؤقته لغايه ما الديلر شيب او اللي هو اللي باع لي السياره يجيب لي اللوح الدايمه. فجيب بيبقى المده اللي بتاعت اللوحه دي بيبقى حوالي مدتها 3 شهور. فلما جه الظابط وقفني لقى اللوحه منتهيه، تاريخها منتهي. فراح جاي موقفني وقال لي انت تاريخ اللوحه بتاعتك منتهي ليه؟ اولا هو لما بيوقفك الشرطي هنا في امريكا بيديلك، طبعا بيبقى ماشي بالسياره بتاعته، بيديلك فلاش. تمام. مجرد انت بتشوف خلاص بتركن على جنب. تمام. ما بتنزلش من السياره، هو بيجي لغايه عندك. تمام. ما تنزلش انت من السياره، انت لو نزلت هي ممكن يفتكر ان انت نازل عشان تتعدى عليه. تمام. فهتبص هتلاقي هيزعق لك في الميكروفون، ودي حصلت معايا اول مره خالص. انا حكيت على المرتين دول، اول مره خالص الشرطه مره وقفتني، كنت انا ماشي بسرعه عاليه شويه. تمام. فانا اول ما لما ما كنتش واخد بالي من سياره الشرطه، فاول ما خدت بالي منها رحت جاي مهدي، فهو حس ان انا ايه، ان في واحد ارتبك كده يعني، كان ماشي بسرعه وفي نفس الوقت هدى. انت عارف لو ماشي بسرعه وكملت عادي جدا مفيش مشكله، لكن لما تهدي وبتاع وتعمل حركه كده مش طبيعيه، فهو يحس ان انت عامل حاجه غلط وعايز تتهرب منها او عايز يعني ما تلفتش انتباه، فانت كده لفت انتباه. فانا لفت انتباه وانا ما كنتش اعرف. ده حاجه اتعلمتها بعد كده يعني. تمام. فراح جاي ايه مديني فلاش، فرحت انا جاي راكن على جنب، ففضلت واقف مستني في السياره يمكن حوالي دقيقتين ثلاثه ما جاليش. رحت انا جاي نازل له، لقيته راح جاي مزعق في الميكروفون وقال لي ادخل السياره بتاعتك. ادخل السياره ايه بتاعتي. فهو جاي طبعا ايه، كان شايف واحد نازل من السياره وكان متخيل ان انا رايح عشان اتعدى عليه. تمام. فبيبقى جاي واخد حذره مني، فجاي حاطط ايده على السلاح بتاعه وبتاع مش عارف ايه، لان هو مش عارف مين اللي في السياره، مش عارف هل انا عصابات، هل انا يعني ما يعرفش انا مين، هل انا سكران، هل انا طبيعي، هل انا معايا سلاح ما معايش سلاح، ما يعرفش انا مين. فبيبقى جاي جاهز ان هو يضرب في المليان لو عملت اي حركه مش طبيعيه. فجي وبتاع مش عارف ايه، فاتكلم معايا، قلت له انا فلان الفلاني وبتاع، وعرفته بنفسي والكلام ده كله. فمن طريقه الكلام وبتاع حس ان انا ايه يعني ماليش في مخالفه القوانين وملتزم وبتاع. فلقيته لا اطمن جدا وخلاص، وحتى انا لمحت ايه راحت جايه في لحظه من الثانيه كده، عيني جت على السلاح ان هو كان ماسك السلاح. فهو اول ما شاف عينيا شافته هو حاطط ايديه على السلاح، تمام، راح جاي على طول منزل ايديه تمام عشان ما يقلقنيش او يطمني. تمام. فدي بتعتمد يعني ضابط الشرطه هنا، لو انت محترم جدا معاه تمام، ولو انت ما بتخالفش قوانين وشاف ان انت شخصيه كويسه ومحترمه وبتاع، خلاص مش هيعمل لك اي حاجه، بالعكس هيبقى فري جدا معاك، وهيبقى يعني فريندلي جدا معاك يعني، يعني هتلاقيه يهزر معاك ويضحك معاك وبتاع مش عارف ايه، ولو انت عملت مخالفه ممكن بيتجاوز عنها كمان يعني. وده اللي حصل معايا، تمام، بالرغم ان انا كنت عامل مخالفه وماشي بسرعه وبتاع مش عارف ايه، قال لي لا خلاص ما تعملهاش تاني وبتاع مش عارف ايه. طب الكلام ده هل بيحصل في مصر ولا في الدول العربيه؟ ده بالعكس، الدول العربيه كلها بتحس انهم عايشين على بص انهم يتسولوا او انهم يفضوا جيوب الشعب. يقلبوا الشعب. يعني لو انت ما انتش عامل مخالفه، ما انتش عامل اي حاجه وماشي في الطريق، هتبص تلاقيه هيقلبك، تمام، هياخد فلوسك برضه، تمام، يقول لك انت عملت يا عم انا ما عملتش حاجه يا عم، يقول لك لا انت عملت بس انت ما انتش عارف. فللاسف دي للاسف سلوك الظباط في الوطن العربي. وياما الفتره الاخيره شفت حاجات كتيره جدا، ناس بتجيلها غرامات بالالوفات وما عملوش اي حاجه، تمام، وحتى في دول الخليج نفس الوضع، تبص تلاقي لو انت ما عملتش اي حاجه تبص تلاقي جايه لك مخالفات وحاجات زي كده، تمام، او بيتلككوا على اي مخالفه صغيره.
ويروحوا جايين رازينك مخالفات. هنا لا، هنا مش كده خالص خالص يعني، يعني بالعكس انت ممكن تعمل مخالفات وما ما يحاسبكش عليها يعني، يعديها لك تمام على حسب بقى ايه حاسس شخصيتك عامله ازاي. وانا ارتكبت كذا مخالفه مرور وما خدتش عليها اي حاجه خالص تمام، بس مش مخالفات كبيره يعني تمام، بس حاجات عاديه كده صغيره. ده كان من ضمنها اللي هي زياده السرعه ديت، بس ما كنتش برضو زايد كتير. كان المفروض السرعه كانت 35 مايلز في الـ في الـ على الطريق، انا كنت ماشي تقريبا على سرعه 50 تمام. ف يعني المفروض 15 مايل زياده يعني، برضو يعني عادي ما هماش الحاجه الاوفر يعني تمام، مش ماشي مثلا على سرعه 70 80 يعني تمام. فعدى. طيب مره ثانيه برضو في تجربه معايا انا، زي ما قلت لكم موضوع اللوحه دوت، كنت ماشي بلوحه مخالفه ولقيت الضابط وقفني وبتاع ومش عارف ايه، وكانوا هما اتنين ساعتها في السياره، راحوا الاتنين جايين لي، واحد من على اليمين واحد من على الشمال تمام. نزلت لهم الازاز بتاع السياره تمام، ف قالوا لي اللوحه بتاعتك فبقول لهم انتوا موقفيني ليه؟ انا ما عملتش. فانا بقول له انتوا موقفيني ليه؟ انا ما كنتش هقف لكم اصلا تمام، لان انا مش شايف ان انا عملت حاجه غلط تمام. فقال لي لا عشان اللوحه. قلت له انا ما خدتش بالي، بس انا اللوحه دي مش غلطتي تمام، ده انا اشتريتها من الديلر الفلاني ما جابليش لغايه دلوقتي اللوحه، وانا ما عملتش اي حاجه يعني، مش غلطتي يعني مش ده. فقال لي انت منين؟ فقلت له انا من مصر. فلقيته بيعرف شو يعني كام كلمه كده عربي وبتاع، فقعد يهزر معايا كده وقال لي كام كلمه عربي وحاجات زي كده وبتاع، وخلاص وخد بعضه ومشي. الكلام ده ما بتلاقوهوش في الوطن في اغلب يعني، في والله في دول برضه يعني، بس في مصر لا مستحيل. ظباط الشرطه ولاد وسخه في مصر، ولاد وسخه فعلا يعني، فعلا فاكرين نفسهم اسياد البلد يعني. انا عشت في السعوديه وعشت في الامارات، ما قابلتنيش مشاكل مع ظباط شرطه، بالعكس كانوا اغلبيتهم كويسين جدا معايا وبتاع يعني. لما التجارب اللي انا مريت بيها في السعوديه او في الامارات كانوا كويسين جدا معايا، مش معنى كانهم برضو ملائكه، لا في منهم ولاد 60 كلب ده، بس انا بتكلم على التجارب اللي انا مريت بيها. واغلبيه بس والغالبيه يعني، اغلبيه ظباط الشرطه هنا في امريكا كويسين جدا ده، مش معناه ان كلهم ملائكه ولا كلهم محترمين، في منهم عنصريين، في منهم ولاد وسخه، في منهم عنيفين في طريقه الكلام وفي الاسلوب بتاعهم تمام، بس صوابعك مش زي بعضيها. انا بتكلم على الاغلبيه لا كويسين جدا ومحترمين جدا، وطول ما انت ما بتعملش اي حاجه غلط هتبص تلاقيهم ملتزمين جدا معاك وكويسين جدا معاك ومحترمين جدا معاك. لو بتخالف بقى قوانين على حسب مخالفتك للقوانين عامله ازاي، وعلى حسب شخصيتك انت عامله ازاي تمام. يعني انت لو بتخالف القانون وانت اجريسيف معاه وبتتكلم معاه بطريقه همجيه او بطريقه عنيفه، لا هيبقى عنيف معاك تمام. فعلى حسب طريقتك برضو معاه في الكلام. وانت لا، وانا قلت لك انا خالفت قوانين يمكن مرتين ثلاثه تمام، ومع ذلك ما عمليش اي حاجه، ده بالعكس قعدوا يهزروا معايا وبتاع وسابوني امشي ده، ما فيش اي حاجه تمام. وكان مره كمان كنت اول انا ما جيت يعني، كنت بلف بقى في اماكن عايز استكشف بقى امريكا وحاجات كده، فكنت بروح اماكن خطر شويه. فكان رحت مره زي نايت كلاب، وكان نايت كلاب كان اغلب اللي فيه كانوا عصابات، ناس عصابات واشكالهم حتى كده وبتاع. فانا رايح ايه بس يبقى عندي فضول اشوف الدنيا هنا عامله ازاي تمام. وكان اللي مطمني ان كان في كل النايت كلابس اللي منعها ديت، تبص تلاقي دايما في شرطه متواجده على الباب بتاع النايت كلاب تمام، شرطه يعني مش مجرد سكيورتي او مش مجرد حارس امن، لا شرطه انا يعني بوليس تمام موجودين. فده ايه مديني شويه ايه اطمئنان يعني تمام. وفعلا دخلت النايت كلاب وبتاع، وانا خارج لقيت في زي خناقه كده ما بين واحد شرطي وما بين واحد من العيال الصياع دول تمام، اللي هم العيال العصابات دول. فخناقه بالكلام تمام يعني، ده عمال بيزعل وده عمال بيزعل وعمالين بيزعقوا لبعض تمام. فانا عمال اتفرج كده وبتاع، فخلاص يعني بدات اتحرك شويه تمام. فاتحركت لقيت في واحد تاني ضابط شرطه او شرطي تاني تمام، عمال راح جاي بالصدفه كده بلمحه، فلقيته بيبرق لي جامد وعمال بيقول لي ايه، بيشاور لي بايديه ما اتكلمش ولا كلمه، بيشاور لي بايديه ابعد ابعد يعني، بيقول لي ابعد ابعد من، انا ما كنتش واخد بالي منه خالص. اتاري كان واحد واقف يعني، اتنين هم اللي هو ضابط الشرطه اللي كان بيتخانق مع الواد الصايع دوت تمام، وفي واحد تاني ضابط شرطه على بعد مثلا حوالي 7 متر ولا حاجه تمام، ماسك كلاشينكوف اللي هو الرشاش دوت تمام، وبينشن على الولا في قلبه وانا شايف الليزر. فانا عديت وقفت ما بينهم هما الاثنين، ما بين الظابط، فالليزر جاي عليا انا تمام، فبحيث ان الولا ده لو كان عمل اي حاجه مع الظابط الشرطه الثاني تمام، هتبص تلاقي الظابط اللي واقف على بعد 7 متر ده على طول هيضرب في المليان
على طول، والواد هيقع وقتي يعني ما بيهزروش. طيب يعني تتخانق بالكلام مع ضابط الشرطه عادي جدا، تاخد ودني معاه في الكلام وتتخانق معاه ما فيش مشكله ما دام بتتكلموا. هتمد ايدك او لو يعني لو معاك سلاح او حتى لو بايديك، مجرد ما رفعت ايديك لا كده خلاص كده انت ضعت. ده فانا بقول لك طول ما انت محترم مع الناس هتلاقيهم كويسين جدا معاك، حتى لو تتكلم معاه بالكلام وبلهجه عنيفه شويه اه عادي ممكن برضو تعدي. تمام آه، مجرد ما تعدى عليه هتلاقي ممكن يا اما هو يا اما حد تاني خلاص هو حياته اهم منك مليون مره، هيروح جاي على طول ضرب في المليان، فما بيهزروش طول ما انت محترم. لكن في الدول العربيه مفيش حاجه اسمها محترم ولا مش محترم، وفي مصر بالذات مفيش حاجه اسمها محترم ومش محترم. انت ما انتش امن اصلا. تمام طيب انت في بسهوله جدا يروحوا جايين ملبسينك قضيه. تمام طيب بسهوله جدا تبص تلاقي انت في السجن من غير ما تعمل اي حاجه. انا اذكر مره واحد عمل فيديو ولا كان واد محترم جدا، كان كل اللي بيعمله كان بيبيع، مش بيبيع حتى، كان بيوزع، كان واضح ان هو ممكن يكون ميسور شويه، فكان شاري بطاطين وبيوزع بطاطين ناحيه كوبري كده او ناحيه حي شعبي كده تقريبا كان تحت كوبري، كان بيوزعها على الناس اللي هم الغلابه والناس اللي هم الهوملس اللي هم الناس اللي بيباتوا في الشارع يعني. تمام فكان بيوزع عليهم البطاطين وراح جه ضابط شرطه ابن وسخه راح جاي قبض عليه. طب الواد ما عملش حاجه، ده واحد بيوزع بطاطين على الناس. تمام يعني لا تبع لا حتى لا جهه ولا منظمه ولا واحد منه لنفسه، راح جاي قبض عليه. وبعد ما الولد طلع عمل فيديو وقعد يعيط في الفيديو وبتاعه، واضح انه اتهان جامد جوه، الله اعلم اتعامل معاه ايه. تمام يعني شوف ولاد الوسخه. تمام الولد ما عملش اي حاجه خالص، واحد محترم طيب قلبه طيب وبتاع راح اشترى بطاطين من على حسابه وراح جاي يوزعها على الناس. تمام يعني ايه الجريمه اللي في كده؟ ايه المخالفه اللي في كده؟ ايه الحاجه اللي ضايقتك يا اخي في كده؟ ولا انت حاسس ان انت راجل عندك عقده نقص كضابط شرطه وسخ؟ تمام عندك عقده نقص فلقيت واحد احسن منك مليون مره فغرت منه فرحت عشان تعذبه، ولا خدته في الاسم عشان تعذبه ولا تهينه ولا تقل منه؟ تمام وهو احسن منك مليون مره وانت عارف انه احسن منك مليون مره. تمام بس انت عشان ضابط وسخ تمام وعارف الكلام ده فرحت هنته. تمام فهي ملهاش معنى غير كده. تمام الكلام ده مش موجود في اي مكان في الدنيا يعني هنا الهوملس في امريكا لا حريتهم وحمايتهم محفوظه. تمام طول ما هم بيعملوش حاجه غلط. يعني انا مره قبل كده سالت هم ليه الهوملس ما بيتقبضش عليهم او ما بياخدوهمش او الكلام ده كله، قالوا لي اتقبض عليهم ليه؟ طول ما بيعملوش حاجه مخالفه للقانون خلاص، هو واحد بايت في الشارع قاعد نايم في الشارع ينام في الشارع، ايه المخالفه اللي في كده؟ ما بيعملش حاجه غلط، ما بيتعداش على الناس، ما بيعملش حاجه خلاص نام في الشارع. فما فيهاش اي مشكله، تمام؟ فما بيعملوش اي حاجه. وانت حتى لو انت ان شاء الله تكون انت ايه وزير ما تقدرش انك تتعدى عليه ولو باللفظ. تمام يعني لو رحت اتعديت على واحد هوملس كده من اللي هم الناس اللي مش لاقيين ياكلوا دول قاعدين في الشارع، لو اتعديت عليه بلفظ بكلمه بتاع انت اللي هتتسجن. ليه؟ انتوا الاثنين زي بعض قصاد القانون. الرئيس زي الهوملس هنا يعني الناس كلها سواسيه زي في قصاد القانون. تمام مفيش حد احسن من حد. تمام ديت معامله الناس، دي معامله الدول المحترمه، دي الدول المحترمه، ودي ازاي الدول المحترمه بتحترم شعوبها وبتحترم الناس اللي فيها حتى لو ما انتش معاك جنسيه بلدها. يعني لو الناس من الهوملس دول ما هوش امريكي ما هوش معاك جنسيه البلد برضه له احترامه والقانون بيحميه. لكن الكلام ده مش موجود ابدا عندنا هناك في دولنا العربيه. تبص تلاقي الضابط تقريبا بيعلموه من هو في الكليه ازاي يهين الناس وازاي يقلل من الناس وازاي يطلع ميتين ام الناس، لكن ما بينهم وما بين بعض بيعلموه ازاي يحط كرامته في اللي يرميها في صفحة الزباله. ده يعني تبص تلاقي الواد لسه بشخه لسه ضابط مش ضابط لسه بيدرس في كليه الشرطه ولا في كليه حربيه بيعلموه ازاي يسيب كرامته هناك. اول ما بيدخل الكليه على طول بيتاخد بالقفا. تمام يعني ولو ظابط اقدم منه برتبه بيوم ده عادي يديله قفايه، ده مش يديله قفايه يقول له يشلحه كده صدرها لي ويفشخه. تمام عادي جدا. تمام ده عادي يعني بالنسبه لهم عادي وعادي جدا. تبص تلاقي الواحد يتفشخ يتهاك قدامه ورا وعربي واجنبي. تمام وعادي بص تلاقي اللي هاكل اللي طلع ميتين امه عادي جدا في مره تانية يقعدوا يهزروا مع بعض ويتكلموا مع بعض. يا ابني ده هاكك ده طلع ميتين امه ومع ذلك عادي بالنسبه له. اه عادي ما هو ظابط اقدم مني. تمام ويبقى بالنسبه له عادي تحس ما حاسش باهانه. يخرب بيت امكم. تمام والله بيعلموه تحس انهم مرضى نفسيين.
يعني بينه وبين بعض لو ظابط اقدم منه طلع ميتينه عادي جدا بالنسبه له، ما بيحسش باي نوع من الاهانه ولا اي نوع من التقليل. تمام، ومع واحد تاني مع الشعب بقى، مع واحد تاني محترم ما عملش اي حاجه ما هوش مجرم بتاع يطلع ميتين امه برده عادي جدا بالنسبه له، ما يحسش باي تانيب ضمير. فالناس دي معقده يعني فعلا والله. ظباط الشرطه والجيش اللي في مصر بيربوهم على انهم ازاي يبقوا مرضى نفسيين فعلا، يعني الناس دي مش طبيعيه. تمام، ازاي يبقوا مرضى نفسيين؟ ازاي هم يطلعوا ميتين ام الناس وبينهم من بعض يطلع ميتينهم عادي جدا مفيش مشكله، وما بيوصلش وما بيوصلش رتب كبيره الا الناس اللي هي فعلا سايبه كرامتهم في بيوتهم، مش واحد ما بيبقاش راجل واحد مخصي. تمام، اللي هو ما بينهم وبين بعض. تمام، يبقى واحد اقدم منه زي السيسي مثلا كده، الكلب السيسي ده، ده السيسي ده هو ده الراجل ده 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 لا مؤاخذه عيل متني ده، وياما شفناه وشفناه هو بيتكلم ازاي. ده هو بيبقى قاعد كده قصاد اي رئيس، قصاد اي حد بره مصر، ده قاعد كده زي القطه كده زي الفرن المبلول. تمام، ولا رئيس ولا يسوى بنكله. ده معناه ايه؟ معناه ان ده ايام ما كان ظابط ده كان دلدول. ده مش دلدول وبس، ده كان جزمه في رجلين اي حد اقدم منه ولو بيوم. تمام، فعلشان كده وصل. هم ما بيوصلش الكبار غير الناس الدلادين، انما الرجاله الوحوش طب تبص لا الكبار بيخافوا منهم على طول، ممكن يروحوا جايين مطلعينهم معاش مبكر ولا بتاعهم مش عارف ايه وخلاص ويصفوهم بدري بدري، انما دول الرجاله. انما العيال المتنيه الخواجات دول هم دول اللي بيوصلوا، دول اللي بيكملوا. فللاسف للاسف دول ضباط الشرطه اللي في مصر، يعني الناس القذره اللي في مصر والناس القذره والناس المحترمه او الضباط وتعامل الضباط مع الشعب مثلا في امريكا. وزي ما قلت لكم لو في مخالفه انت عملت اوريدي مخالفه في امريكا ممكن جدا يعديها لك، على حسب طبعا نوع المخالفه، فممكن جدا يعديها لك ما بيتلككلكش على انك انه يدفعك غرامه ولا انه يحبسك ولا انه مش عارف ايه، الا اذا ارتكبت فعلا حاجه كبيره. تمام، غير كده لا بيبقى عادي، بيتجاوز عن حاجات كتير، وطبعا بتختلف برده من شخص لشخص، بس الاغلبيه او التجارب اللي حصلت معايا، يعني زي ما قلت لكم انا عملت اكتر من مخالفه. تمام، وعادي جدا ما كانش فيها اي مشكله، يعني كانت مخالفات بسيطه عاديه. تمام، بس كنت فريندلي، كنت كويس جدا مع الناس فكانوا كويسين معايا، وما ما ما كانش في اي نوع من انواع العنصريه ضدي او التزمت او ان هو ايه لا لازم مش عارف كذا ولازم مش عارف. انما في مصر ده ولاد وسخه، ولاد وسخه، ده مش ظباط، ده امين شرطه. انا مثلا محامي وممكن امين شرطه يتطول عليا، ده عادي جدا، مين اللي هيحاسبه؟ مين اللي هيحاسبه؟ ولا في اي حد يحاسبه. ادي ظباط الشرطه في مصر، وادي الامناء الشرطه، وادي بيربوهم ازاي وبيعلموهم ازاي. وياما شفنا، ولو قلت لكم احكوا لنا يا جماعه عن ظباط الشرطه وامناء الشرطه على اللي بيعملوه هنسمع، هنعمل مجلدات تكفي ال 20 سنه نقعد نقرا فيها. تمام، يعني ودي حقيقه، والناس كلها عارفه الكلام دوت. وزي ما قلت لكم ان حقوق الانسان في مصر هي اكتر دوله فيها انتهاك حقوق انسان في العالم، مفيش حاجه اسمها انسان في مصر، انتوا شويه حيوانات بالنسبه لجهاز الشرطه الوسخ ولا للجيش الوسخ. تمام، انتوا شويه حيوانات بس، هم دول اسياد البلد، هم دول اصحاب البلد، انما انتوا شويه صراصير عادي يدوسوكوا ويقتلوكوا عادي جدا، زي الكلب السيسي ما جه قال لو ضربت واحد في عينيه ولا واحد اتصف في عينيه ولا واحد اتقتل ولا واحد مات خلاص الظابط احمد مش هيتحاسب. ادي هو ده تعامل الشرطه دلوقتي مع الناس في مصر، وتعامل الجيش مع الناس في مصر. بس ان شاء الله النهايه دي قريبه، وان شاء الله الاوضاع باذن الله باذن الله نتمنى انها تتصلح وتتظبط قريب باذن الله. بس خليكم كده معانا، وربنا ينصر مصر باذن الله، وان شاء الله ان شاء الله الكلاب دول هيغوروا في 60 داهيه باذن الله باذن الله تعالى. تمام، بس لازم تتحركوا، مش هينفع بالدعاء، الدعاء مش هيجيب نتيجه، لازم تتحرك، لازم تعمل حاجه، لازم تعمل اكشن. انك تقعد بس تتفرج على فيديو ليا ولا لفلان ولا لفلان ولا لفلان ده مش كفايه، لازم تتحرك تعمل اكشن. في دعوه جايه المفروض يوم 11/11 انا واحد بدعمها، لان مفيش بديل. لو في بديل، ايه البديل؟ ان النظام ده يغور. مفيش بديل، لازم النظام ده يغور، النظام ده مش هيغور بسهوله. ده فلازم انت تتحرك، طول ما انت قاعد متمسكن كده وقاعد تقول طب انا هعمل ايه، طب مش عارف إيه. خلاص خليك يا باشا، خليك، وبكره تندم، النهارده انت ندمان وبكره هتندم اكتر، وعشان جبنك وخوفك ورعب هيك الوسخة. يلا حصل خير، واحد جاي من الحاره الثانيه اللي في النص وراح جاي داخل قدامي.
دخل يمين ادي قلبه لما بتحصل التجاوزات دي. بس هو برضه في ناس شويه اغبياء كده برضه بيعملوا حركه غبيه، بس الحمد لله. يلا يلا نشوفكم فيديو تاني ان شاء الله، ربنا يسترها معانا ومعاكم.